إذا لازلنا نتواصل معكم في انطلاقاتنا الصباحية في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك، وفي هذا السباق، سباق الأصائل الأسبوعي لفئة الكبار. وفئتنا في هذا الشوط هي فئة الثنايا، وهذا الشوط شوط الثنايا البكار، وهو شوطنا الخامس عشر. أنطلق مع أول المراكز لأرى هناك صوغة لهزاع بن عبد الهادي بن نايفة، هي التي تصوغ اسمها وتسجل اسمها بأخف من ذهب على أرضية هذا الميدان في هذه اللحظات على ثاني المراكز. على ثاني المراكز هناك أرى القادمة وأرى الواصلة، هناك هذه بشاير لصالح بن حنظل بن علي المري، من تبشر مالكها بأنها متواجدة هنا في هذا الشوط. بشاير إذن في ثاني المراكز. اللي في ثالث مراكزنا هناك الشاهنية لسعود المري، وفي رابع المراكز أرى اللي تسلل في هذه اللحظات الذيبة لدلبج بن صالح بالأعرج المري مع الشاهنية في هذه اللحظات، هي اللي تسللت لتنتقل إلى ثاني المراكز. أما خامس مراكزنا فيبقى هناك في المجموعة الثانية التي أراها عن بعد. سنوافيكم بالمراكز الأخرى إن شاء الله عند الأمتار القادمة، ولكن كما وصلني بأن مركزنا الخامس يبقى مع تعيبه لمعضد بن صالح بن معجب الهاجري. أعود إذن بعدما أذعت على مسامعكم المراكز الخمس المتقدمة في هذا الشوط، أعود لأرى اللي في الصدارة بشاير، من تبشر مالكها بأنها متواجدة على صدارة هذا الشوط، وأنها ستنتزع ناموس الشوط وتهديه له لصالح بن حنظل بن علي المري إذا استمرت بهذا المنوال، فلا منافس لها ولا منافس لها هنا في هذا الشوط. لكن هل الطلايب واصلين؟ والمسافة كما تعلمون 4 كيلومترات، ما هي بهينة هذه المسافة، ما هي بهينة. اللي في ثاني المراكز الذيبة لدلبج بن صالح بالأعرج مع الذيبة اللي بدت عوي على ثاني المراكز، الذيبة بدت تتقدم باحثة عن الفوز، باحثة عن الناموس هنا في ثاني المراكز. انتقالتنا إلى ثالث المراكز لأرى الشاهنية لسعود المري، ولكن أرى اللي تتسلل من هناك من الجانب الأيمن، وأظن أنها حاملة رقم 12 أو حاملة رقم 13، صوغة لهزاع بن عبد الهادي بن نايفة مع صوغة، من يصوغ هذه العبارات وهذا الأداء الجميل مع انطلاقة صوغة في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع مراكزنا يبقى إذن مع الشاهنية لسعود المري، واللي في خامس المراكز هذه اللي ما دعناها اللي في هذه اللحظات تعيبة لمعضد بن صالح بن معجب الهاجري. عودتنا هنا كلا الصدارة، وصور الفارق يا مصورنا، صور الفارق لنعود إلى صدارة هذا الشوط. نرى هناك بشاير، بشاير الخير، بشاير الفوز، بشاير الناموس بهذه الانطلاقة الجميلة اللي ابتعدت تماما عن بقية المشاركات بعدما تجاوزنا لوحة الكيلو والنصف هنا بقيادة بشاير. والمتابعة لبشاير من جانب صالح بن حنظل بن علي المري، هو من يتابع بشاير اللي تقدم هذا العرض الجميل على أرضية هذا الميدان. بشاير إذن في الصدارة، تباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركات، وسعت الفارق ولا زالت تباعد رويدا رويدا عن بقية المشاركات. إذن تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير هنا بقيادة بشاير اللي عصاها لا زالت في البطان، أو أرى الآن أصدرت عليها تعليمات، بدأت تصدر عليها تعليمات طفيفة لكي تباعد عن الجماعة الواصلين، ولكن حذاري. يا سلام يا هذا القدوم، وصلت تعيبة لمعضد بن صالح بن معجب الهادري، وجاوزت انطلقت إلى أول المراكز ما شاء الله على هذه الانطلاقة يا الهادري. يا سلام
حامية عيبة أتعبت الجميع بهذا التجاوز وهذا الأداء، ولكن حذاري أيضا من ثاني المراكز اللي واصله الذيبة لدلبج بن صالح الأعرج المري في ثاني المراكز مع الذيبة، واصله الذيبة في ثاني المراكز وثالث المراكز. إذن يبقى مع الشاهينية لسعود المري، ولكن خلوني مع الصدارة، خلوني مع المقدمة لآرة عيبة. معضد بن صالح بن معجب الهاجري هو من يقود هذه الصدارة بهذا الأداء وهذه الانطلاقة والشعار الجميل على مقدمة هذا الشوط. يا مرحبا يا فتنة الكون، مرحبا يا الساس العديم، زينها لا روحت كأنها خطوات ريم. يا سلام يا سلام تعيبة مع الناموس، أو تعبية مع الناموس، والناموس مع تعبية، وما فرقت تعبية ولا تعيبة، المهم أتعبت الجميع وانتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالكها، لمالك تعبية معضد بن صالح بن معجب الهادري اللي في ثاني المراكز ما قصرت، الذيبة لدلبج بن صالح الأعرج في ثالث المراكز ايضا اللي ما قصرت، الشاهينيه لسعود المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. توقيتنا الزمني اللي حصلت عليها تعبئه هنا 6 دقائق 32 ثانيه 12 جزءا وحيدا من الثانيه. تهانينا للجميع.